جولات سياحية على متن حافلة مكشوفة مرفوقة بمرشد سياحي، خدمة جديدة ستسمح للسياح باكتشاف المعالم السياحية التاريخية والثقافية التي تزخر بها مدينة الجزائر العاصمة. حاليا عندنا 4 حافلات التي يعني ونبدأ يعني الخدمة ابتداء من يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، وين تكون الحافلات يعني متواجدة ابتداء من الساعة 3 زوالا على مستوى الصابلات. عندنا يوم السبت من الساعة 9 صباحا ونكونوا يعني متواجدين في محطة أول ماي. عندنا كذلك يوم الاثنين والثلاثاء من الساعة 2 زوالا، يعني يتسنى يعني الوقت خصوصا للتلاميذ كي يكونوا يعني عندهم الفترة المسائية فارغة، يعني يقدروا يجوا معنا في الحافلات السياحية. الحافلة التابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر إتشيزا ستجوب شوارع العاصمة عبر 6 مسارات يسهر فيها المرشد السياحي على التعريف بالطابع المعماري والتاريخي للمدينة، بالإضافة إلى أهم المواقع الأثرية فيها. الرحلة هذوما يضمنوا المتاحف، راح يكون فيهم المتاحف، راح يكون فيهم العمارات، راح يكون فيهم يعني القصور، يعني كل خرجة راح يكون لو تام ديالها، راح يكون يعني حتكون لها عنوان وهدف. مثلا عندنا خرجة الهدف منها هي معرفة تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ حتى الوقت العثماني عبر المتاحف. الحافلة المكشوفة الجديدة تأتي لتعزيز الحافلات السياحية الثلاث التي سبق وأن انطلقت على مستوى العاصمة، وهو ما لاقى استحسان المواطنين. جيت شفت الجزائر بنظرة أخرى، نقدر نشوفوا نكتشفوا كل الرفاهية تاع المعمار تاع لي ديكوراسيون تاع لي زيموبل اكسيتيرا. الجزائر عندها رفاهية كبيرة وننصح كل مواطنين يجوا يشوفوا معالي تيزا يشوفوها. جهود متواصلة للترويج لمدينة الجزائر كقبلة سياحية من خلال توفير كل الوسائل الرامية لاستقطاب الزوار والتعريف بالمقومات الثقافية والأثرية التي تزخر بها عاصمة البلاد.